السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن عشبة معروفة جدا وتسمى بالحلبة. الحلبة فهي نبتة معروفة جدا، وفي المغرب تسمى والجزائر كذلك تسمى الحلبة، هي معروفة بهذا الاسم، واسمها العلمي تسمى تريغونيلا فونيوم غراكيوم، تريغونيلا فونيوم غراكيوم، وبالفرنسية تسمى فينيغريك، فينيغريك بالفرنسية، بالإجلية تسمى فينيغريك كذلك. لها أسماء أخرى مثل الحلبة تسمى فريقة، وتسمى كذلك شنبليد أو لا، وتسمى كذلك شنبليلة، وهي بقلة زراعية حولية من فصيلة الفرشيات، والبعض يصنفها ضمن القرنيات لها لما لها من ثمار على شكل القرون. تنبت في الأقاليم الحارة وتوجد بكثرة في الجزائر في المناطق الصحراوية، وذلك باعتماد الري كأسلوب لزراعتها. تتكاثر الحلبة في الأراضي الرملية وتفضل المناخ الحار، حيث ويعتبر علوها يتراوح ما بين 20 إلى 40 سنتيمتر. وبالنسبة للأجزاء المستعملة من هذا النبات تستعمل البذور فقط، والبذور تحتوي على 30% من المواد الزلالية و7% من المواد الزيتية، وتحتوي على البروتيدات والسكريات والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكومارين والكولين والحلبين وبالنسبة لمنافعها فلها عدة منافع، فهي تعتبر سنذكر المنافع وسنذكر كذلك طريقة استعمالها. بالنسبة للمنافع وطريقة الاستعمال، فتعتبر هي محللة للأورام الصلبة وطيبة مطيبة للنكهة ومقوية للمعدة والأعصاب وكذلك الزيت المستخلص من الحلبة يزيد من حجم الثدي. والصحراويات في الجزائر يستعمل دقيق الحلبة، تدق الحلبة وتصبح على شكل دقيق، ويضاف إليه السمن على شكل ويستعمل على شكل كريات للأكل، حيث تزيد من الوزن وتسمن الجسم. إذن هذه من بين الطرق المستعملة، كما قلت نأخذ الدقيق الحلبة ونخلطه بالسمن ونقوم بأخذ ونعمله على شكل كويرات ويتم تناوله بشكل يومي، فهو يساعد في زيادة الوزن. وتعتبر وصفة الحلبة وبذور الخشخاش واللوز والقمح والعسل خلطة فعالة لعلاج النحافة وزيادة الوزن عند الرجال والنساء. كما قلت نأخذ الحلبة وبذور الخشخاش واللوز وكذلك اللوز والقمح والعسل، ونقوم بخلطهم ونقوم بتناول هذا الخليط بشكل يومي، فهو يساعد في محاربة النحافة. إن طبخ الحلبة مع التمر والتين والزيت ويعقد في الماء هذا الخليط مع العسل يعتبر علاج فعال للأوجاع الصدر المزمن والسعال والربو وضيق التنفس. أعيد هذه الوصفة، نقوم بطبخ الحلبة مع التمر والزيت والتين في الماء، هذا الخليط يتم عقده وإضافة له العسل، حيث يعالج الأوجاع الصدر المزمن كالسعال والربو وضيق التنفس. إن طبخ الحلبة مع الخل يعتبر علاج فعال لمشكل ضعف المعدة، وإذا أضيف له العسل عالج الغازات البطن والمغص. بالنسبة للمقدار الذي ينصح باستعماله، هو نأخذ ملعقة من الحلبة مع نصف لتر من الماء، إذن ملعقة حلبة مع نصف لتر من الماء، يجب أن لا نتجاوز هذه الكمية كي لا تسبب لنا الحلبة أضرار على الجسم. إذا كانت هذه بعض المعلومات حول نبتة الحلبة، أتمنى تكون قد استفدتم معنا في هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.